السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصميم الخلطة الخرسانية، كلنا عارفين ان الخرسانة بتتكون من 5 اشياء رئيسية: سن، رمل، والاتنين دول بنسميهم الركام، اسمنت، ماء، اضافات. اذا في 5 ارقان للخلطة الخرسانية لازم نبقى عارفينهم. اول ما تسأل اي مهندس عن تصميم الخلطة الخرسانية بقول لك الطريقة الشهيرة 8/10 متر مكعب سن، 4/10 متر مكعب رمل، 350 كيلو جرام اسمنت لو انا شغال مسلحه، 250 كيلو جرام اسمنت لو انا شغال عاديه، وخط نص الاسمنت ميه، يبقى كده انت صممت الخلطه الخرسانيه. ولو شغال بالطريقه التقليديه يقول لك 4 غلقان من السن، غلقين من الرمل، 25 لتر ميه مع شكاره اسمنت. دي الطريقه التقليديه. يا جماعه الطريقه دي صح ولا غلط؟ يا جماعه وفي طرق تانية لتصميم الخلطه الخرسانيه، هذا ما سوف نعرفه من خلال هذا الفيديو. تصميم الخلطة الخرسانية. أول حاجة يا جماعة لازم نعرف أن الخلطة الخرسانية بتتكون من 4 أشياء رئيسية: عندنا الأسمنت والرمل والسن والمية، وممكن الحاجة الخامسة اللي هتضاف لينا هي مجموعة من الإضافات، ودي عادة ما بنستخدمهاش إلا في حالات معينة هنتكلم عنها في نهاية الفيديو. طيب هصمم الخلطة الخرسانية إزاي يا جماعة؟ في طريقتين للتصميم. الطريقة الأولانية اسمها طريقة الوزن، ان انا بوزن الكميات وعن طريق الوزن ده بقدر اصمم الخلطة الخرسانية. طريقة الوزن يا جماعة ببساطة خالص وسريعا بتعتمد على قاعدة 1:2:4، يعني بستخدم كمية اسمنت بيكون ضعفها رمل، بيكون ضعف الرملة سن. لو انا همشي بالقاعدة دي يا جماعة هبص عندي مثلا لو انا هستخدم 350 كيلو جرام اسمنت زي خرسانة الاسقف مثلا او خرسانة الاواعد، هلاقي نفسي عاوز الضعف بتاعها رملة هستخدم 700 كيلو جرام رملة، هستخدم الضعف بتاع الرملة سن ابقى 1400 كيلو جرام سن. كان طريقة الوزن معتمدة على اساس ان انا بوزن كمية السن اللي عندي في الموقع، باخد نص الكمية دي رملة واخد نص وزن الرملة اسمنت. طيب المية قد ايه في طريقة الوزن؟ المياه يا جماعة عادة بتساوي كمية الاسمنت على 2، يعني باخد نص كمية الاسمنت. فلو انا مثلا بستخدم اسمنت المحتوى الاسمنتي بتاعي 350 كيلو جرام، هستخدم 350 على الاثنين بيساوي 175 لتر مياه. ولكن طريقة الوزن يا جماعة طريقة غير عملية في الموقع، لان انا محتاج ميزان ومحتاج وقت ان انا اقعد اوزن الكميات اللي عندي، واخد نص الرمل اسمنت واخد القصة دي هتاخد مني وقت. عشان كده في طريقة اسمها طريقة الحجم، ودي الطريقة اللي هنتكلم عنها باستفاضة لان دي الطريقة الاسرع ودي اللي بنستخدمها عادة في المواقع. تصميم عن طريق الحجم. بعد تجارب كتير يا جماعة لقينا ان افضل طريقة لتصميم الخلطة الخرسانية عن طريق الحجم ان نسبة السن تبقى 8/10 متر مكعب في متر الخرسانة، ولقينا كمان ان نسبة الرمل تكون 4/10 متر مكعب، لقينا ان نسبة الاسمنت دي نسبة طبقا لنوع العنصر المستخدم عندنا. فمثلا لو انا شغال او هصب اساسات هلاقي ان من 350 ل 450 ل 400 كيلو جرام، لو اعمدة 450 كيلو جرام، لو اسقف 350 كيلو جرام. طيب نسبة المية قد ايه؟ نسبة المية هي عبارة عن وزن الاسمنت الويت اوف سمنت على 2، اذا نسبة المية هي نص وزن الاسمنت. ففي المثال اللي قدامي ده يا جماعة لو انا كنت مستخدم مثلا اسمنت 350 كيلو جرام، هاخد ان محتوى المياه بيساوي 350 على 2 بيساوي 175 لتر من المياه. طب في ناس بتقول خدوا 40% من وزن الاسمنت بس، يعني يا جماعة ناخدوا 40% من وزن الاسمنت في حالة ان انا بستخدم اضافات في الخلطة الخرسانية. طيب اذا طريقة الحجم عملت افتراض قالت ان السن خدوا 8/10 متر مكعب، الرمل 4/10 متر مكعب، نسبة الاسمنت تبقى لنوع العنصر، المية نص الاسمنت. السؤال اللي بيطرح نفسه، انا عندي 8/10 متر مكعب سن و 4/10 متر مكعب رمل، طيب ما هو كده ابقى انا عديت المتر 8/10 و4/10. هقول لك لا، في نسبه فراغات موجوده في السن بتاع حضرتك، نسبه الفراغات دي هتتغلغل فيها الرمله وهتبدا تاخد الفراغات حجم جزء من الرمله بتاع حضرتك، وفي الاخر هتلاقي عندك ان النسب دي يدوب ان هي مقفله لك المتر بتاعك. اذا انت حطيت 8/10 الاول، لو فرضت انت معاك صندوق خشبي متر في متر في متر وحطيت 8/10 من الصندوق ده او من حجم الصندوق سن، اما تيجي حضرتك تحط الرملة بتاع حضرتك هتلاقي نفسك جزء اتغلغل جوه السن ده، وهتلاقي يدوب ان 4/10 ما زادوش عن الصندوق، لا ده هم يدوب اكتمل بيهم الصندوق بالاضافة كمان لكمية الاسمنت. اذا في المتر المكعب
عن طريق الحجم، ودي الطريقة اللي هنشتغل بيها دايما. هناخد 8 من 10 متر مكعب سن، هناخد 4 من 10 متر مكعب رمل. نسبة الأسمنت تبقى لنوع العنصر، المية هتكون نصف الأسمنت. نهاية، أتمنى أكون قدرنا أوصل المعلومة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكرا.